تعالوا نشارك وصفة أصابع الدجاج الصحي. نقطع صدور الدجاج أصابع طويلة بهذا الشكل يكون. بعد ما قطعناهم أصابع نتبلهم، ولزوم البابريكا المدخنة من ضمن التتبيل، ونقلبهم. وعشان نسوي البقسماط الصحي خبز توست أسمر ونحمصه في الفرن، وهذا بديل البقسماط التوست اللي سويناه، بنخلي عليه شوية بقدونس ونفس التوابل اللي تبلنا فيها الدجاج وشوية جبن موزاريلا، ليش ما أعرف. وأول شيء نحط أصابع الدجاج على الطحين، بعدها على البيض، بعدها على البقسماط، وبخة أخيرة من زيت الزيتون وعلى الفرن. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما طلع من الفرن. يا سلام يا سلام، شوف من الداخل كيف صاير. تأخذ واحدة وتخرب الصحي. بسم الله.